الاعلان خاصة تجديد تجديد الحزب وتجديد مشروع دمائه قيادته. فالرفيق حامد أفريد في الإحصائيات اللي عطى راه وقف على الأرقام، الأرقام اللي يمكن يكذبها غير أرقام، وقال بأنه نسبة التجديد داخل الحزب فقط 60% من القيادة ديال المجلس الوطني، والمجلس الوطني هو برلمان الحزب. فالتجديد إذا تم برقم كبير أكثر كما قلنا أكثر من 60% أكثر من النصف، وهذا دليل على أن الحزب متجدد الدماء وأن الحزب حي وأن الحزب عنده أبنائه وعنده شبابه وعنده نساء. والدليل على كذلك النسب المئوية المرتفعة ديال التمثيليات سواء تمثيليات النساء أو الشباب داخل برلمان الحزب أو أعلى قيادة بين مؤتمرين اللي هو المجلس الوطني. بالنسبة للمؤتمرين ديال الشبيبة والسؤال ديال المؤتمرين ديال الشبيبة، نحاول نوضح واحد المسألة. أولا هذا المؤتمر يهم كل عضوات وأعضاء الحزب، وعندما كنا ننتخب المؤتمرين والمؤتمرات في الفروع اللي كان أكثر من 85 فرع أو 87 فرع يتم فيهم، كان يتم الانتخاب على ثلاثة ديال الفئات: الفئة العامة وفئة الشباب وفئة النساء. وفئة الشباب هناك شباب في الحزب من ينتمي لحشدات، وهناك اللي ما كينتميش لحشدات. يعني ماشي ضروري عندنا في قانون الحزب أنك شاب تنتمي لحشدات، ولكن ضروري لك تكتب حشدات وقيادة حشدات تكون في الحزب، العكس ماشي صحيح. النقطة الثانية اللي كنديروا مؤتمر، هو مؤتمر الحزب وليس مؤتمر الشبيبة. فالشبيبة لها مؤتمرها، لها قيادتها، لها مكتبها الوطني، ولها لجنتها المركزية. ومع ذلك عندما نكون كنصوتوا ما كنصوتوش حتى دعوة الشبيبة ولا مساعدة الشبيبة، كنصوتوا على الشعب. ومع ذلك عندك أرقام أستاذي العزيز، أرقام دقيقة كأنك كنتي معنا، عرفت الرقم 237 تبارك الله عليك، انا ما عرفوش. انا رئيس مؤتمر ما عرفش الرقم 237 بصح. ومع ذلك ارقام تصح لك شي شويه. اعضاء المكتب الوطني نصحوا 5 ما نصحوش 4. هو السؤال انا عجب انا 5، ومن هاد 5 من اعضاء المكتب الوطني علاش نصحوا 5؟ راه واحد تجاوز السير القانوني، ما بقاش محسوب على حركة الشبيبة. ومجموعة الرفاق في الشبيبة هاجروا إلى الخارج، واللي ترشحوا في الشبيبة في المكتب الوطني الشبيبة تقريبا كله مجموع. إذن بالنسبة للسؤال ديال الإسماعيلي، الحزب له قواعد وله قوانينه وله أنظمته. كاين النظام الداخلي، القانون الأساسي والقانون الداخلي للحزب، وكاين مسطرة المؤتمر التي صادق عليها. باسم الرياضي تم اتخاذ قرار في شأنها، واتخذته أعلى هيئة تقريرية في الحزب هو المجلس الوطني اللي انعقد الأربعاء والخميس قبل المؤتمر، لأن كان بالليل ليلة الأربعاء والخميس، حيت بالليل كيقول لك ليلة الأربعاء والخميس يعني الاجتماع بدا مع 9 الليل، راه مسألة 3 الصباح، يعني واش غنحسبوا الأربعاء ولا الخميس؟ لذلك قلت ليلة. من بين القرارات التي اتخذها المجلس الوطني هو قرار ديال تجميد النشاط العضوية ديال بسم الله. هذا سبب داخلي، شأن داخلي، ما عندكش علاش، ولكن قرار التجميد لأن هذا شأن داخلي. قرار التجميد اتخذ، عندما قرار التجميد اتخذ الخميس الصباح، يعني ما 3 الصباح. المؤتمر كان الجمعة، نهار الجمعة المؤتمر الجمعة، وشنا لي بادج كان طبعاً متى نهار الجمعة؟ نكمل أول صدر، أنا سويت كان جوب لي بادج راه كيطبعو قبل، لأن كيكون عندنا لواحد المؤتمرين لي بادج طبعوه قبل اتخاذ القرار. مع الأسف أن ذاك البادج تعطى الرفيق، لأن جات الجمعة باقي ما تصدرش، جات ترشحاتك أيها الناس وتعطاها كيما قلتي الرقم 237، وصدقوا كان ما قدمتكش.
ولكن ملي كتعطى ملي كيتعطى الرقم ديال التصويت على شي واحد رقم ديال ملي كيوضع الملف ديالو كتعرف استاذي العزيز اكثر مني راه ملي كتوضع الملف ديالك ديال الترشيح راه في الدوله كيقول لك الترشيح مؤقت 48 ساعه عاد كتزيد دير الوصل النهائي الترشيح ماشي انا ترشحت كنقول انا ترشح كيعطيوك وصل مؤقت الدوله كدرس الملف ديال الترشيح الا كانت قانوني كتجي تقول لك اجي دير الملف ديالك النهائي كترشح غير من قانون كيقول لك ما عندكش الملف واخا تترشح اذلك الوصل يثبت انك صافي مرشح لا فبالتالي كانت واحد اللجنه لجنه الطعن في العضويه فهذه اللجنه ديال الطعن ديال العضويه هي اللي شافت بانه القرار ما كاينش فبالتالي تحب هذا الترشيح احتراما لقرار اعلى هيئه تقريريه اللي هي المجلس الوطني بالنسبه للقياده وانتخابها في المستقبل في القانون كيعطينا ما بين اسبوعين الى ثلاث اسابيع للدعوه للمجلس الوطني ولكن نحن مصرين ان شاء الله على الدعوه للمجلس الوطني في الاسبوع القادم ان شاء الله من اجل انتخاب المجلس الوطني السؤال ديال انتخاب المكتب السياسي واضح رفيقي استاذي العزيز ماروك 24 واقع حاضر بانه تكون هناك وجه جديد امين عام او امينه عامه جديده لسبب بسيط هو ان هذا الحزب الاشتراكي الموحد يمكن كنقول حزب صغير في البلاد ولكن عندنا قوانيننا عندنا رمزيتنا عندنا قيمنا عندنا الديمقراطيه التي ندافع عنها هذه هي الرمزيه اللي كتجعل ان الشعب المغربي كيحترمنا وكيجعل بان الاحزاب السياسيه الاخرى سواء الخصم ولا الاعداء كيحترمونا شنو هي؟ هو اننا نتشبث بالقيم التي ندافع عنها وبقوانيننا. القانون واضح ولايتين وكان من حق المؤتمر انه يدير التمديد كما داروا مجموعه الاحزاب ولكن حنا كنقولوا وجهنا قدام الناس هي الاحترام بالقواعد احترام القانون. والرفيقه نبيله منيب هي قياديه للحزب ورمز ديال الحزب ومناضله للحزب واول وحده تحترم قواعد وقيم وقوانين الحزب واعراف الحزب ومبادئ الحزب. فبالتالي من الان ابشركم انه سيكون هناك امينا عاما او امينه عامه جديده الصلاحيه ديال المجلس الوطني هو الذي سينتخب وينتخب كذلك القياده التي ستقود هذا اكيد ان الامين العام مسائل الامين العام المكتب السياسي المقبل ستنتظره مجموعه ديال المشاكل مجموعه ديال الصعوبات ولكن ابناء الحزب هما ملفن على المشاكل ملفن على الصعوبات ملفن على هذه ملفن على كل شيء احنا قلناها في الارضيه ديالنا احنا منفتحين ما دايرينش البيت على شي حد ولا شي حد احنا منفتحين على كل من ينخرط في الحركات الشعبيه ومن ينخرط ويتضامن مع النضالات الشعبيه ونادينا بتاسيس جبهه شعبيه للنضال من اجل الوطني والشعبي والديمقراطيه هذا هو الشرط ديالنا حشدت هي سيدة نفسها احنا ماشي اوصياء عليها ولكن فعلا هي شبيبة الحزب ولكن لسنا اوصياء عليها ماشي اوصياء والشبيبة اكيد ستتبع خط الحزب انها في القريب العاجل ستعقد ثمرها